بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي، طبعا الناس بتاعة الأزهر الشريف. أنا هشتغل نقص، فبتكلم في 228 229 278 279 و230 و234 و235 و236. يعني من الآخر كده عشان نقول الكتاب دوت باي باي يا باشا. بص بقى، إذير دي كلمة إذير يعني هل للمفرد، هل يوجد للمفرد. اللابتوب، اللابتوب اللي هو اللابتوب يعني in your classroom، classroom اللي هو classroom. بيقول له هل في لابتوب عندكم يا ابني؟ فقال له اظن yes، يعني yes there is. there بتيجي هنا، مش بص يا شباب، طالما is there تبقى there is مقص كده. طيب في هنا سؤال، فقال له I am ready، I am reading an adventure story. ممكن يقول what are you doing، وممكن يقول what are you reading. انا يعني شايفه ان what are you reading هتكون اجمل. what are you reading، ماذا تقرا. بنعمل بقى باراجراف اسمه using technology. طبعا بنسيب مسافه وبنبدا. طبعا using technology at school يعني استخدام التكنولوجيا في المدرسه. فانت بتقول using technology at school، ده حاجة مهمة جدا. مجرد بس تمسك العنوان بتنك كاتب ايه، ان هو حاجة مهمة is important بس خلاص. ادي اول جملة. الجملة التانية طبعا انا هقول لك على حاجة، إيه انت لما بتكمل بعد كده بتكمل اساس. طبعا important ليه؟ for learning، مهم جدا للتعليم او الادوكيشن لو انت اسم الله معدي يعني. انما لو غلبان زي حالات اي طالب ازهري اديها learning مش شغال. we have كمبيوتر، يعني احنا عندنا كمبيوتر او كمبيوتر لاب اللي هو معمل كمبيوتر at school. طبعا بنخش من علينا، مش عايزين نخش تفاصيل. there طبعا هنا بص بقى، لو مفرد تبقى there is، لو جمع تبقى there are. طبعا اخترت there is a laptop، موجود لابتوب في كل ايه، في كل فصل at our class او at classroom او in the classroom عادي. انا استخدمت الحرف جر ان عادي، وقلت طالما ان ما ينفعش اقول ما ينفعش اقول ان، ما ينفعش اقول ات اور كلاس روم، لما اقول ان اور كلاس روم في فصلنا. قلت كمان وي هاف فونز، معانا تليفونات. طبعا اتس نوت الاود، مش مسموح بيها، بس ايتش، ايتش دي يعني كل واحد فينا معاه تليفون. تمام. طبعا التيك توك اللي هو انا اضطريت بقى ان انا اتكلم على تيك توك وعلى التكنولوجيا. قلت طب انا بدل ما اتكلم على تيك توك والحاجات ديت، فلا انا اقول مثلا ان التكنولوجيا هيلبس، ان التكنولوجيا بتساعدنا ان education. نفس الكلمه اللي كنت عايزك تكتبها فوق بدل learning. which sentence is correct، ايه هي السنتنس الكوركت اللي هي المظبوطه يعني او الصحيحه. طبعا هالا برينتنج، لا غلط. هلا از برينتد، لا غلط. بص ما هو هلا برينتنج دي مفيش فعل كده، مفيش فعل، ما ينفعش، لازم فعل، لازم فاعل وفعل. بص كده هلا از برينت، ده هنا هلا اللي بتنطبع، يعني حطش حتى ايدي. طبعا دي غلط برضه. برينتد انطبع، دي مبني مجهول، مبني للمجهول، تمشي بس المعنى هنا ما يمشيش. لكن بص كده على المضارع المستمر الجميل، هلا از برينتنج هير هوم ورك ناو، دي صح 100%. مضارع بسيط مرتاح. hieroglyphics the oldest writing in the world، اللي هي اللغة الهيروغليفية، وهي تبان انها جمع عشان اسم الله الاس دي. بس هو مين، مش علينا يابا الكلام ده. اس طبعا لانها مفرد مش جمع. there any، طبعا بص كده there any milk، طالما في milk ده جمع ولا مفرد؟ لا يا مس، طب اسمعي كده، milk bottles يعني هو عايز ازايز لبن، ده جمع يعني، يبقى ار دير. هدى طبعا، هدى is bad at drawing not، she doesn't like riddles، هي مش شاطره في ال doing puzzles، الكلمات المتقطعه. طبعا بودنج ده البودنج اللي هو الرز بلبن، ما ينفعش. طبعا buzzing لا طبعا، ولا winning، winning يعني الفوز، فهي طبعا مش شاطره في البازلز، doing puzzles. she doesn't like riddles. sit is to stand is as give to send or receive. sit يعني يجلس، وstand كده كلمتين عكس بعض. as يعني تشبه او كأنها، give يعني يعطي،
عكسها كلمة receive، عكسها كلمة ايه؟ receive. receive يعني يتسلم. خد بالك ان send يعني يرسل، تمشي والله برضه، بس تمشي give يعني يا اختي give، يعني send و receive و give كده حلوين. bring يعني يحضر. here is a photo you take selfie. she not at the moment. at the moment دي من علامات المضارع المستمر، يبقى is working. how not does he play football always. always يعني دائما، يبقى how often ده هو كم عدد الايه المرات، لكن how many كم العدد، و how long كم للوقت وكم للمده يعني، و how much كم الكميه وكم السعر. لو جه بعدها verb to be دي how بريئه، لكن لو جه بعدها صفه بمعنى كم للايه للصفه دي، تمام؟ ففي منها كتير قوي. you shouldn't tell people، انت مش المفروض تخبر البني ادمين او الناس about your secrets. secrets يعني اسرار، مش المفروض الناس تعرف يا باشا اسرارك. انما subject مواد دراسيه. houses بيوت. box كتب. she's wearing a red knot around her neck a red scarf. يعني red scarf يعني scarf يعني شربة وطرحة حوالين ايه حوالين رقبتها. طبعا رينج يعني خاتم، سوك يعني شراب او جورب، جاكيت يعني جاكيت. score a lot of goals he is very smart. smart يعني ذكي. طبعا هي حيل ذكي. he able to ليه بقى يعني قادر على بال. he can والله تمشي برضه. he can score a lot of goals. اخترت able to تمشي. able to تمشي على فكره، بس انا هجيب كام. he can score a lot of goals. physics الفيزيكس دي اللي هي ماده الفيزياء. a difficult subject. difficult يعني صعبه. difficult subject ماده دراسيه صعبه. طبعا as. طب يا مس نسرين يعني زي القمر انت، ما ينفعش ده فيزيكس اس جمع. يا ابني اسكت، هي از ما تكلمش ياما. اسمع اقول لك عليه، اشتري مني. a baby bird الطائر البيرد البيبي الصغنن. is very not it can't fly or a long time. he is very weak. weak يعني ضعيف، فهو مش بيعرف يطير لمده طويله. مش اجلي مش قبيح، ولا strong يعني قوي. the school not should be followed. school rules اهي يا شباب، rules يعني قواعد. لكن لما تيجي تقولي rulers ده مساطر، rules ادوار، rows اللي هي الطوابير دي العواميد. a وan is the top room in a house. attic attic اللي هي العليا. صفحه 278 ندى بتقول where would you like to go. بصوا شباب، where يعني اين، would you like انت تحب ان انت تروح فين يا بيبي. فهدى قالت لها مش عارفه اوديها انا هدى 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 فين. بصوا شباب، اليو دي بتبقى اي، واد بتبقى واد ممكن تكون ايد بيدوبك، بس اختصارها كده. I'd like to يعني انا حابه ان انا مثلا اروح فين. go to the club. go to the club أو the park. ودي البارك. في هنا فتحي بيسأل سؤال فقاله it was a great holiday. يبقى how about your holiday أو what. بصوا شباب، قلت لكم قبل كده ما تتزنق في حاجة تكتب what. بايظة خالص حط what، وهات فعل مساعد. was a. what was. what was your holiday. ايه أخبار الأجازة بتاعتك، كان شكلها ايه. learning English طبعا العنوان ده جديد حقيقة، اللي هو تعلم اللغة الإنجليزية. وأنا لما جيت أتكلم في حاجة زي كده هتكلم بقى بالحاجات اللي هي البسيطة قوي، إن هو مثلا مش صعب is not easy أو is not difficult مش سهل عادي يعني، مش صعب is not easy difficult عايز تقول is not easy إن أنت عايز. المهم إنك تكتب يا باشا، اكتب جملة مفيدة. you have to وأنت لازم أنت listen and speak listen and read يعني لازم تسمع and read. المهارة القراءة والإيه والاستماع. English as you like as you can. as you can دي يعني على قد ما تقدر. as you can you must listen and read English. بعد كده قلت بعد كده when you talk with your friend أو talk friends المفروض إنك تتكلم كمان مع الفريندز مع أصحابك. ان انت كمان you should talk
with English أو speak with English أو talk to them English. المهم إن أنت speak to speak in English، برضو المعنى ده شغال. المهم إنك تتكلم باللغة الإنجليزية. قلنا كمان إنه make short sentences أو make short stories، يعني تعمل قصص قصيرة، ده بيساعد أكتر برضو على تعلم اللغة الإنجليزية. كمان بعد كده it will help you، إن ممكن تساعدك إن أنت in English أو your English، إن أنت it will help you in your English. كده قلت لازم تختم الباراجراف بنصيحة، فاللي هو study hard and do well. lives next to mosque. This mean he lives inside by a mosque. by يعني بجانب أو بجوار. not are usually active in the dark. dark يعني الظلام أو العتمة. طبعا الباتس اللي هما الخفافيش. الايجلز النسور لا، سنيكس الثعابين، وسنيلز اللي هي القواقع. نقط از يوجوالي سيد وين سمثينج ساد هابنز، اللي بيتقال لما حاجه تبقى ساد هابنز، حاجه وحشه تحصل. طبعا او دير. انما ويل دان احسنت لا طبعا، فانتاستيك اوعى ولا وكونجراتوليشنز اللي هو تهانينا. congratulations تهانينا. which question ايه هو السؤال اللي المفروض ان هو يكون correct، يعني ايه هو correct في الاربعة دول؟ بص كده انا هجيبه معاكم، انا الحاجات دي بحبها بقى ليه مش عارفة. يعني where did you spend your last weekend. دي الاولى تمشي صح طبعا، هنا التانية غلط. بصوا ولا ايه غلط، اصل دي do ودي last، لا ده احنا عايزين حاجة ماضي. where did you spend شوف هنا spent، لا ده احنا عايزين الفعل في اصله. where you spend لا where ديت verb to be، ما تجيش مع spend، يبقى الاولى. ليه؟ عشان اداة استفهام وفعل مساعد did، ده مصفى بيرجع الفعل الاصل spend مش spent، وطالما ده ماضي تبقى ايه last weekend. which sentence is correct، ايه هي sentence الكوريكت، ايه هي الجملة الكوريكت هنا او المظبوطة. هاني doesn't have dinner yesterday، ما تمشيش doesn't مع yesterday، لان doesn't دي مضارع بسيط و yesterday دي ماضي بسيط، تمشيش. هاني didn't has dinner دي تمشي، بس ما ينفعش has عشان هنرجع الفعل الاصله. هاني didn't have dinner now، لا دي ماضي ما تنفعش عشان دي ماضي ودي مضارع، اصل now دي من الكلمات اللي دلوقتي، يعني هو ما كلش العشاء دلوقتي، لا طبعا. شوف الاخيره دي هاني didn't have dinner yesterday، صح فيها كل الحاجات وماشي مع بعضها، مضارع ماضي بسيط كلها. هاني didn't رجع الفعل اصله عشان ده نفي الفعل have dinner، وطبعا ده ماضي اللي هو بمعنى امس، تبقى كده تمام. صفحه 279 she got any brothers. طبعا هنا got بتيجي مع have، بس ده she تبقى has. she got any brothers. last weekend we not our uncle's farm. last weekend ماضي بسيط يا شباب المستقبل الجميل، يبقى visited. not is a group of people who play music together، الناس اللي بتلعب مزيكا مع بعض اسمها band. you shouldn't not litter in the park. you shouldn't drop يعني يسقط عن عمد، ما ينفعش ترمي اللتر اللي هي الزبالة in the park في البارك. at break I play games with my best friend. in the تاني at break we I play games في البريك في الفسحة I play games with my best friend in the A. طبعا البلاي جراوند اللي هو الملعب، لكن مش laboratory اللي هو المعمل. مهدي not like swimming. مهدي طبعا مهدي ده he تمام، يبقى doesn't like swimming. my family often shopping at the weekend. go shopping. not is something you buy to remember a holiday. طبعا ده يا جماعة ايه الحاجة اللي انت بتشتريها عشان تفتكر الاجازة، اللي هي السوفينير اللي هي الهدية التذكارية. we all like our teacher. المدرس بتاعنا بنحبه كلنا.
You can use the mouse. You can use the mouse to click. أنا هستخدم الماوس الكمبيوتر ليه؟ On different icons. Icons يعني أيقونة. On the computer. يلا بينا. صفحة 330 وعبارة عن هبة وعادل وسمير وأيمن. بصوا على هبة وعادل كده. بص أول ما تلاقي الذر إني طبعا أنا قلتلكوا قبل كده إن إني يعني مفيش ما عنديش مش هتلاقي مفيش. تمام؟ ما فيش خالص تشيز. الزر ان تشيز يعني هل يوجد اي تشيز اي حته جبنه؟ ان رايس بودين نو no. مش عارف بس حاسه انه نو يعني حطوا جبنه في الرز باللبن الا بلدي نو no ذير. طبعا زي ما قلت لكم الزر تبقى ذير ازن. طبعا سمير بيقول الاك ناتس. الاك ناتس يعني انا بحب الناتس. ده ايمن اللي بيساله. يبقى هنا سمير هيقول وات دو يو لايك. وات Do you is a small dry grape. grape يعني عنب. بس لما يكون small يعني صغير جدا و dry dry يعني جاف تبقى raisin. raisin اللي هو الزبيب. كشري ريسايب اللي هو الوصفة بتاعت الكشري is easy to make. boil and fry or cooking. verbs بويل يعني الغلي وفراي يعني التحمير. طبعا ديت كوكين فيربس يعني افعال للطهي. نقط سليب دو يو هاف افري نايت. بصوا يا شباب سليب ده لا يعد ده نومي. هاو ماتش سليب دو يو هاف افري نايت. student in Egypt يعني الطلاب في مصر had two دي معنى كتير جدا لدرجة خيال يعني حاجة ايه اوعى. طبعا holidays بتتجمع يبقى مينفعش اختار لها لا ماتش ولا انما ممكن enough وممكن some. بس هو عايز يقول ان هما خدوا اجازات كتير because of coronavirus يعني because of coronavirus. انا عايز اقول تاني ما تقولش because قول because of coronavirus. يبقى too many يعني كتير جدا من عيوم كان. يلا بينا نجيب صفحة 334. طبعا دي وراجع على unit 4. بيقول لك محمد and Mona are talking about using technology at school. يعني محمد ومنى بيتكلموا على التكنولوجيا في المدرسة.
Do you use technology at your school? Yes, we do. بتقول انت بتستخدم التكنولوجيا في المدرسة بتاعتك؟ لا طبعا. We use tablets. بنستخدم tablets. Really؟ ده محمد بيقولها really. Can you use a tablet؟ فأكيد قالت له هتقول له yes I can. مش بيقولها can you، هتبقى yes I can، مش أحسن منه يعني. Which نقط do you use tablet in؟ Which إيه؟ Which subject؟ أنا جبت منين كلمة subject؟ مش من عند، جبت ما في أي subject أهي. قالت له all subject، كل المواد يبقى هو which subject؟ إيه هي المادة؟ فهتقول له has your class نقط smart board؟ has your class يعني هل الفصل بتاعك got؟ ما has got يديه او يمتلك. yes it has. ايوه عندنا، وده احنا اي حاجه يا بنت. فقالت له do you use mobile phone؟ do you use mobile phone in class؟ فرد هنا في نقطة ولا they aren't allowed. No. ما جبتش أنا no من عندي. No I don't. عشان they aren't allowed. Allowed يعني مسموح. فهو مش مسموح إنه يستخدم الموبايل فون. There يا شباب. There يعني مش عارفين بقى إذا كان is ولا are ولا أي حاجة. A little water in the bottle. يبقى there is a little water. انت انا اخترت از ليه؟ عشان water دي جمع، سوري قصدي مفرد، ما بتتجمعش، ده كمية، انا اختار لها از. there any messages؟ ده جمع يا مس والنبي جمع، يبقى are there any messages؟ هل يوجد اي رسائل؟ not is smaller than a computer. التابلت كمبيوتر صغير. Computers and mobile phones are examples of technology. يعني أمثلة للتكنولوجيا. The icon on your mobile phone to open the application. Tab يعني اضغط. تمام. Can you not me a text message? Can you send me a text message? يعني ممكن تبعتي رسالة نصية. I'd like to. نقط a selfie. take a selfie. has got a new MBC. ما طبعا يا ولاد MBC player، والنبي ركز معايا يا طالب. هاني نقط his English book now. ده now دي مضارع مستمر، يبقى it reading. on the icon on your laptop. click on the icon. I love technology. بص هو الباراجراف ده بيتكلم على التكنولوجيا، فاحنا هنقوله انا بحب التكنولوجيا. I love technology. واحد بقى اقول means of technology او الوسائل بتاعت التكنولوجيا، زي مثلا الكمبيوتر والحاجات دي كلها. هبدأ خالص بالفيفوريت اللي هو الحاجة المفضلة بتاعتي، زي اي حد، ما هو اي حد فينا بيفكر في الحاجة المفضلة بتاعته. my favorite hobby اللي هو الهواية المفضلة بتاعتي is playing video games. مثلا بلعب فيديو جيمز. طب ماشي ايه كمان؟ بصوا يا شباب، احنا طول الوقت بنبدأ نتعلم how to make a sentence، ازاي تعمل جملة. يعني مثلا اقول I love احنا بس جملة في الايه، في الشغل بتاعك. يعني مثلا I love watching videos، انا بحب اتفرج على الفيديوهات. on ايه؟ on my phone، على تليفوني. ممكن اخد بالك انا استخدمت لفظ السيلفون، وده امريكاني شوية، المفروض اقول موبايل فون انجليزي، بس اوكي شغال. I can make videos. I can make movie star. I can make a search. ممكن أعمل search on the internet أو on my computer أو on the internet برضو. يعني المهم إن أنا ممكن أعمل search أو أعمل بحث على أي حاجة أنا عايزة أتعلمها. Ask Google. Just ask Google. مجرد بس إنك تسأل عمك جوجل، جوجل هيجاوب أعلم أهل الأرض. وممكن برضو تقول I and it will، او ان هي ممكن كمان learn you، انها ممكن تعلمك. خد بالك الكلام ده من دماغي، يعني انها ممكن تعلمك everything you want، انها ممكن تعلمك اي حاجة انت عايزها. انت ممكن كمان تقول you can be a famous star، او ممكن تبقى movie star، يعني ممكن تكون نجم زي الناس اللي بتعمل تيك توك والحاجات دي كلها. by using بواسطة تلفون، الموبايل فون بتاعك بس كده ممكن تبقى بني آدم. by using social media يعني.
تمام. ممكن بعد كده تبقى ليك وضعك في الحياة ابس، سوشيال ميديا ابس يعني تطبيقات سوشيال ميديا، واديت امثلة زي مثلا ساتش از تيك توك، بس تيك توك وكمان اليوتيوب وكمان الفيسبوك. المهم انك تبقى باشا كده ايه، مشهور في نفسك يعني. انا مش يعني الباراجراف دوت شغال برضو سوشيال ميديا، شغال في الناحيتين يعني. المهم انك هترزع 80 كلمة في الحكاية دي، at school في المدرسة، you can make technology او you can use technology او you can use laptop، انك ممكن تستخدم اللابتوب at school. وممكن اقول كمان طبعا هتستخدمه ليه، to ديت يعني لكي مثلا to make your day life او تخلي يومك لطيف، او to make your teaching interesting او more nice او more be او more مثلا مش عارفه اقول more ايه بصراحه، more useful مفيد اكتر، او more enjoyable. انا شايفه enjoyable دي هتبقى شغاله اكتر، تاكل اكتر معانا في الحكايه. مش عارفة اكمل اقول تاني، بس حاسة ان انا لو قلت مثلا ان ممكن تستطيع you can send a text message، انت تقدر تبعت text message to your student or friend to your classmate حتى anyway، يعني المهم انك تبعت message يعني رسالة or video call، ممكن رسالة بالفيديو to your friend او to your classmate او to your family to your brother. المهم انك ايه يعني تتواصل اجتماعيا مع الاخرين. لازم انهي الباراجراف بنهايه جامده، ف you can do your home work، ممكن تعمل الهوم ورك بتاعك برضه الحته دي بتهم الطلب، with ايه with your computer، من خلال الكمبيوتر بتاعك او من خلال التيتشر بتاعك، ممكن تعمل الواجب بتاعك مع التيتشر من خلال برامج زي الزوم، by using باستخدام الزوم اللي هو برنامج الزوم او التيمز، البرامج دي بتتواصل مع التيتشر وتحل الواجب معاه. يعني اعتقد ان انا كده جبت حاجات كتير جدا في نهايه الفيديو حلو، فلازم تقول اي ثينك وتنك ايه كده، تحس ان يعني اللي بتفرج يقول اه الواد ده عنده راي، عنده رؤيه. مثلا اي ثينك تكنولوجي هاف ان امبورتنت sides أو important effects in our life، إن هي أو important part، كلمة part يعني بتساهم بشكل أكبر in our life. ممكن أنت تقول I think life with technology is easier، يعني الحياة بالتكنولوجيا أسهل. What wonderful time at language school I have أو had، طبعا لو ماضي have time أو had time يعني حصل على وقت لطيف أو جميل. We not in a hostel last weekend، طالما قلنا last weekend يبقى احنا كده بنتكلم في stayed لأنه ده ماضي بسيط. A not is something you'd buy to remember a holiday، ده souvenir، souvenir اللي هو الهدية التذكارية. I want to go، أنا عايز أروح. They not and swim in the sea، I want to go to the beach، ما هو يعني طالما اسم الله هتبلبط في المية يبقى beach على طول للشاطئ. I not a very friendly sea animal، الحيوان الدولفين ده تحس انه very friendly كده يعني. Where did you go on holiday، طبعا holiday بتاخد حرف جر on، تبقى on holiday اي حاجة اخرها دي دي حرف جر on كده وانت ضميرك مرتاح. The knot is a big strong building from the past، كاسل يعني قلعة، لكن مش sand castle ولا mountain ولا attic. We had a beautiful knot of Cairo from Cairo Tower، beautiful view، beautiful view. والنبي يا جماعة وانتوا بتنطقوا beautiful ما تقولوش beautiful، قولوا beautiful. الله اللي دي تنطق الله يا جماعة، الله beautiful. يلا بينا. Children enjoy building on the beach، building ايه sand castle، يقولك ان الاطفال بيستمتعوا ببناء القلائع على القلاع على الشاطئ، ما بيحصلش ده بيقطعوا بعض بالرمل. There are lots of trees
عدد كبير جدا من التريز الاشجار in the jungle اللي هي الغابة. I visit my uncle. لا طبعا visit شيل الاس يا ابني, لان I we you they بنحط الفعل في الايه في المصدر. بس خد بالك ده yesterday يبقى visited visited عشان ده ماضي بسيط. اصحى معايا. منى didn't want to go to the park. didn't want بنرجع الفعل برضو لأصله في حالة النفي want, بننفي بديد أو does أو don't بنرجع الفعل لأصله. yesterday she had a picnic and rides a أو ده yesterday يبقى rode. what did you eat؟ لا eat رجع برضو الفعل لأصله. your favorite place هسيبها لكم في صندوق الوصف لانه انا عامله عنها فيديو قبل كده. بيقول لك a customer اللي هو الزبون is ordering a food at a cafe بيطلب من الكافيه طعام ابتدى فود يعني. فقال الويتر بيقول له good morning what would you like بتحب ايه؟ قال له I'd like not please بس هنحط I'd like to I'd like some I'd like spaghetti مثلا spaghetti اللي هو المكرونة spaghetti. قال له okay anything else؟ قال له yes juice please small or big كبير ولا صغنطط. اكيد هيقول له اعتقد ان كده small يعني small please صغير لو سمحت. فقال له and what would you like in dessert would you like in tinsish like l i k e فهيقول له chocolate cake او حلوى الشوكولات اللي هو الكيكة الشوكولات. please here you are thanks بيقول له تفضل. قال له شكرا يلا بينا. Not is between is a small amount of food. كمية صغيرة. كمية يعني amount of food you eat between meals اللي هي السناك. How not pieces of fruit should you have daily. Pieces دي جمع يبقى how many. يعني كم عدد القطع من الفاكهة اللي انت محتاج او انت بتتناولها يوميا. There aren't. بصوا يا شباب aren't يعني نفي يعني any يعني مفيش. There aren't any printers in our school. مفيش أي مكان طابعات في الفصل عندنا. Please mom write me the not to cook pizza well. هي هنا عايزة recipe عشان هي عايزة تعمل بيتزا. Recipe يعني وصفة. اهي. هي عايزة الوصفة. إنما equipment اللي هي الآلات والطريق وrecycle المعروف اللي هو إعادة تدوير. Nut and cheese are my favorite food. طبعا salad and cheese ما اللي فيش الا سلطة. السلطة والجبنة دي اطعم حاجة. لكن الاكيبمنت اللي هي الآلة زي ما قلتلكم شوية. سند رمل وبترول. طبعا بترول. طبعا محدش بياكل مننا الحاجات دي. It's cold. برد. You not wear a jacket. طالما الدنيا برد يا حبيبي لازم تلبس جاكيت. يبقى you have to wear a jacket. او you should wear a jacket. You should wear a jacket. We should eat not food every day. يعني لازم ناخد healthy food every day. Healthy يعني صحي. لكن fizzy يعني غازي ونقول fizzy drinks أو unhealthy لا طبعا. To not is to move a liquid around with a spoon or stick. اللي هو stir يعني يقلب. اللي بيقولك يحرك move عليكم يحرك السائل around يعني يعملوا كده الحركة الدائرية with a spoon or a stick يبقى يقلب. What not of food what not of food ايه هي الطعام اللي انت انا نسيت اترجم لكم stick يعني عصاية او يعني يلصق lick يعني يلعق pick يعني يلتقط ودي افعال من افعال اللي هي الايه اللي بيسموها ك في اللي هي الاخيره بتنتهي بالسي كي اللي هي ك النطق بتتنطق كده وايه العك اللي بقوله ده.
What نوع of food do you prefer? What kind of food do you prefer? ايه نوع الطعام اللي بتفضله؟ You can boil water. انت ممكن تغلي الماء in a kettle او in a saucepan. للحالة لكن بول بولة لأ، ولا تي سبون اللي هي معلقة الشاي، ولا كوب يعني فنجان.